لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، حياكم الله. كيف تفسر عودة محافظة أميمة السابق نجم الدين كريم إلى العراق بعد اعتقاله مؤخرا في لبنان؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. هذه خطوة طبيعية تنسجم مع كل ما جرى خلال السنوات الـ16 الماضية التي عقبت غزو واحتلال العراق. هذا التصرف رأيناه من قبل مع كل الذين حكم عليهم أو ألقي القبض عليهم من كل المستويات الوظيفية ومن جميع الأحزاب المشتركة في العملية السياسية التي هي مشروع الاحتلال في العراق. بالتالي عودة نجم الدين كريم رغم كل الإرهاب والفساد والاختلاسات التي والإجرام الذي مارسه في كركوك وفي غيرها أمر طبيعي وينسجم مع مجريات الأحداث في العراق المحتل. إذا ربطنا هذا الحدث مع أحداث مماثلة كإطلاق سراح أمين بغداد السابق نعيم عبوب وكذلك في سوريا والذي كان أيضا هو الآخر متهم بالفساد، كيف يمكن قراءة هذه الأحداث؟ النظام الذي شكل في العراق بعد احتلاله هو نظام قائم على المساومات والصفقات الرخيصة بين الأطراف المشتركة في العملية السياسية، سواء كانوا من سنة الاحتلال أو شيعة الاحتلال أو أكراد الاحتلال. وبالتالي فإن هذه إطلاق سراح هؤلاء ومن قبلهم ومن سيأتي بعدهم يأتي في ظل المساومات والصفقات الرخيصة بين أطراف العملية السياسية بمكسب هنا أو مكسب هناك. وبالتالي كما قلنا قبل قليل ان هذا ينسجم مع كل مجريات الاحداث في العراق. طبيعه النظام قائمه على الفساد والاختلاس والسرقات والاجرام وعلى مبدا المساومات الرخيصه التي لا تعير انتباها او اهتماما لحقوق المواطنين ولا حقوق الوطن. في هذا السياق بالحديث عن الحقوق، ما مدى خضوع الجهاز القضائي في العراق لإرادات القوى السياسية خاصة في قضايا الفساد؟ عندما شكل المحتل الأمريكي النظام القضائي في العراق الجديد في العام 2003 قام هذا النظام على أساس المساومات السياسية وعلى أساس الخضوع التام لأطراف العملية السياسية. وبالتالي النظام القضائي أبعد ما يكون عن معايير الحقوق والقوانين المعترف بها في العالم أو المعايير القانونية المعترف بها في العالم. هذا نظام قائم على ترويج الأعمال الفساد، قائم على ستر و تمرير كل القوانين قائم على تمرير كل القوانين التي تسيء إلى المواطن وحريته، وعلى ستر كل الأعمال الإجرامية التي يقوم بها أطراف العملية السياسية. بالتالي هذا القضاء مش جزء من العملية السياسية وجزء من الإجرام الذي يتحقق في أرض الواقع في العراق. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر مصطفى كامل، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.